مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. حبيباتي اليوم حابه ندير لكم جوله صغيره في مدينه البويره في مشدالة في الخيمه العملاقه. هذه الخيمه العملاقه كبيره بزاف، تجي جوج خطرات في السنه في مايو، يعني في البويره تجيب صوالح شابين خصوصا في الاواني، يعني تجيب حوايج شابين بزاف و دو كاليتي، وكذلك لي بري تاعهم هايل خير ما تشريهم في برا. اما فيما يتعلق اللبسه يعني تاع لي فام ولا تاع الدراري، جيب صوالح نورمال ماشي حاجه، يعني دي فوا كاين دي بروموسيون، وكذلك صبات الاحذيه كاين دي بروموسيون، صبات ب 100000 وكاين ب 50000 لي بالغين. اما ما يتعلق بالعرايس يجيبوا تروسو كيما هذا العام، جابوا التروسو بجوج ملايين، تدي لي كوفرولي مع لي سيرفيات سورتي دو بان، يعني صوالح للعرايس تروسو كامل بجوج ملايين، بروموسيون هايله يعني خصوصا للعرايس، تقدروا تجيو هكذا ديو بروموسيون هايله لي راهي قريبه منا بيان سور. اذا كيما راكم تشوفوا هادو صوالح شابين، كيما هذا ينباع ب 35000، شباب بزاف بوغ لي زاسييت لي فير نورمال ب 50000 لي ستة. وهادو ب 50000 شابين بزاف لي فير، عندهم توت لي كولور، كاين في البلو في الروز شابين بزاف. وهادو كيما راكم تشوفوا تاع ام وليد هادو تاع لاتاي شابين بزاف فرانشمون لي بري تاعهم هايل خير ما تشريوهم برا. ان شاء الله تعجبكم تحويسه تاع اليوم، واللي راهي قريبه من مايو يعني من ولايه البويره، لافوار الخيمة العملاقة نورمالمون نهار الجمعة يكملوا، صافي دير عندهم سمانة ديجا ملي انستاليو، بقى لهم سمانة يعني قعدوا 15 جوغ. هادو لي كوكوت شابين بزاف، اذا حبيباتي نخليكم مع لا فيديو، وان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ونتمنى دعموا القناه ديالي بالاشتراك ديالكم وبلي جيم اي لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله عن قريب، والى اللقاء. انا نروح، انتم كملوا لا فيديو.